سلام ومرحبا بكم معي فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم هذا القفطان. هذا كما كتشوفوا بالنسبه هو مطروز بالطرز ديال الكمبيوتر ومنبت بليستراس والباكستراس وديك الحجيرات اللي في الوسط الشميشات. كيجي الشكل ديالو بحال هكا، كيجي عامر. بالنسبه للتنبات راه ساهل بزاف في الناس، يعني بالنسبه للبنات المبتدئات اللي يلاه كيتعلموا التنبات هذا راه يجيهم ساهل بسيط ماشي صعيب. هذا الباكستراس رقم 25 كما كتشوفوا فيه 1440 حبه، وهذا الاستخاص رقم 8. بالنسبه بجوج بهم خدمت بالذهبي ابي. ها اللي برد ديال التنبات رقم ديالها 12. صافي البنات عمرت انا دوك اللوايات وديك الاشكال. المهم التنبات راه اختياري كل واحد، وباش هادي بغي ينبت. يعني انا سبق لي بياسه نبتها بالباكستراس وبالزمرد، وهذه نبتها بالباكستراس والاستخاص. كتعمر ديك الفراغات اللي كاينه في قلب الطرز، يعني ماشي صعيبه. اللي كيكون شويه صعيب هو انك تنبتي على رشمه، اما في قلب الطرز كيجيك ساهل. يعني كتعمري الفراغات اللي لداخل وصافي. صافي كتبقاي كتعمري هكا القفطان كامل حتى كتساليه وصافي، كيجي الشكل ديالو مزيون. كتحاولي انك ما تجبديش ان المبره مرايه كتيره. الا زيرتي الخيط من بعد ما غادي تزولي الثوب من المرمه غادي تلقايه مكمش، فكتخدمي غير قياس النيشان. وبالنسبه انا هنا الخدمه الخيط مدوبل على 4 باش ديك الباكستراس ما يتزعزعش، يجي يعني ثابت فوق الثوب ويجي الشكل ديالو مزيون. بالنسبه للبنات هاد الرشيمات كاملين اللي انا كنطبقو معاكم سواء في الخدمه اولا في الطرس وجلالب اولا قفيطنات كلهم غادي نشاركهم معاكم من بعد ما غادي يتقادوا يعني بالخياطه ويوجدوا ان شاء الله. ضروري غادي ندير لكم فيديو وتشوفوهم كيفاش جا الشكل ديالهم.